نحضر فعاليات ملتقى الجهوي الموسيقى بالوسط المدرسي بالقيروان. بالطبيعة هي فرصة باش نحتفيه بتلمذاتنا والأعمال الثقافية اللي في المؤسسات التربوية التابعة للمدينة. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. بالطبيعة هو عرس ثقافي الحقيقة، معناها يحضروا التلمذات والأولياء. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نرنو إلى تحسين هالملتقات هذية في قدم السنوات إن شاء الله. هي جملة من العروض. بالطبيعة في العروض هذه فيها مستويات متعددة، فمستوى إعدادي ينقسم إلى مستويين: إعدادي كورال وإعدادي عمل متكامل، معاهد ومنتخبات إن وجدت. بالطبيعة هذوما اللي كاتيجوري يرشحوا أو ترشحوا مؤسستين من هالعروض هذه الكل لتمثيل الجهة إقليميا في سليانة إن شاء الله، مش يكون يوم 13 أو 14 أفريق. الملتقى الجهوي للموسيقى بالمدارس الإعدادية والمعهد الثانوية، أشرفنا منذ قليل على افتتاح هذا الملتقى بلوحة فنية قدموها بعض الشباب مؤطرين بطبيعة الحال من طرف الشاب شمس، يشكر على هذا العمل اللي قاموا به. وانطلقنا بطبيعة الحال منذ حين في المسابقات بالمدرسة الإعدادية الحسري، وهذا سيتواصل حتى عشية اليوم بمشاركة تقريبا 12 مؤسسة تربوية بين مؤسسات عمومية مؤسسات خاصة. إن شاء الله بالطبيعة هذا الملتقى اللي يسبق الامتحانات يعرف النجاح ويكون بالأساس فرصة لتلامذتنا باش تتبادل التجارب وباش تكون انطلاقا من الغدوة في امتحاناتها إن شاء الله في ظروف طيبة وطيبة جدا. نتمنى بطبيعة الحال التوفيق لهذا الملتقى والنجاح لجميع تلامذتنا اللي بقدرة الله إن شاء الله راهم من الحسن إلى أحسن. نجيب المجعل، مديرة مساعدة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية التعليم الثانوي مندوبية التربية القروال. اليوم ينتظم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي بالمدارس الإعدادية والمعاهد في نطاق تصفيات للترشح أول الخطوة الأولى للملتقى الإقليمي الذي سينتظم في ولاية سليانة ليوم تقريبا 14 أفريل القادم. واللي باش يترشح في الملتقى الإقليمي مش يلقى روحه في التصفيات الوطنية، يعني في الملتقى الوطني إن شاء الله اللي باش ينتظم في مدينة الثقافة السنة هذية يعني بصورة خاصة. إذن اليوم نحتفي بإبداعات التلمذية بجهة القيروان، ونحب نثني على المجهودات الجبارة للسيدة المشرفين إطار الإشراف مؤسسة تربوية كل الإطار التربوي والأولياء اللي دعموا تلمذات باش اليوم يورينا لوحات ممتعة من إبداعاتهم. تعرفوا اللي احنا الامتحانات في الثلاثي الثاني معناها مش تكون على امتداد 15 يوم ما قبل المغلق والمغلق، وهذه فسحة طيبة باش تلامذة يعني يفرغوا طاقاتهم شحوناتهم الإبداعية. وإن شاء الله معناها نقولوا لقاء موفق والناس كل تستمتع بهالإبداعات. ونشكر كل المدخلين على تنظيم الملتقى هذية، وشكر خاص أيضا للتغطية الإعلامية لكل من دعم الحياة المدرسية بجهة القيروان. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة.